مشروع المديرية العامة للغابات تمكنت العديد من النساء من تخطي النشاطات الفلاحية التقليدية لولوج عالم الاستثمار، وأصبح العديد منهن يندرج في مسارات المقاولاتية. الشراكة مع مختلف القطاعات، فإن وزارتنا تولي كل أهمية للشركات الناشئة المبتكرة التي تقدم حلول التي من شأنها أن تبعث الابتكار في مجال الفلاحة وتحسن من الأداء الفلاحي في الجزائر. وكذلك النقطة واحدة من أهم النقاط اللي ممكن نتقدم بها هو أنه في هذا السنة إن شاء الله 80% من يعني التمويلات راح تكون موجهة لقطاع الفلاحة في 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 مختلف الاختصاصات. حققت المرأة الريفية إنجازات كبيرة، وللوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحوالي 64% من نسبة النساء المستفيدات من هذه المشاريع المصغرة، لدليل على إصرار المرأة بصفة عامة والمرأة بصفة المرأة الريفية بصفة خاصة على تدعيم الاقتصاد الوطني.